أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل التوبة النصوح تكون خاصة بالكبائر أم أنها من الصغائر أيضا؟ وهل الصغائر يكفي فيها الاستغفار وفعل الحسنات الماحيات؟ لا بد من التوبة من جميع الذنوب، الكبائر والصغائر. الصغائر إذا لم تتوب منها صارت كبائر، فعليك بالتوبة من جميع الذنوب. نعم، ولا تتساهل بالصغائر. نعم.